بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة، وهو آخر الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبعد الأيام المعلومات تأتي الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. إذا هذه الأيام كلها أيام ذكر وشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم أحبتي في الله، إنه يوم مبارك ويوم خير على المسلمين جميعا، يوم مبارك ويوم خير على المسلمين جميعا، فيه يخلف الله تبارك وتعالى أهل الحج مغفورا لهم، يخرجهم الله عز وجل مغفورا لهم، فهو أنعم يوم عليهم. إن هذا اليوم يذكرنا بيوم خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الأخيرة والوحيدة، ليقول للناس: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ليشير صلى الله عليه وسلم إلى اكتمال الدين واعتدال الأمور فيما أخبرهم بهديه عليه أفضل الصلاة والسلام، بل وفيه نزل قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الحجة والتي كانت في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، والتي كانت بمثابة بيان ختامي لرحلة استمرت 23 سنة، بذل فيها صلى الله عليه وسلم كل ما يبذل، وأعطى فيها كل ما يعطى، ثم يقول للناس في تواضع جم، يقول للناس: فما أنتم قائلون؟ هل بلغت؟ يقولون: اللهم قد بلغت وأديت. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، إنها حجة ما أكرمها وما أعظمها. إن الحج في نفسه إخوتي الكرام قصة تاريخ، قصة تاريخ مليء بالأحداث وبالذكريات. يبدأ هذا التاريخ
ليس فقط من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحج قصة تاريخ تبدأ من أول وضع لهذا البيت، والذي كان أول بيت وضع للناس، كما قال جل ذكره: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. انظر، وضع للناس، ليس وضع للذكريات، ليس وضع ليرى الناس منظره ويتأمله ويعدوه معلما سياحيا، إنما وضع للناس ليكون مصدر بركة ومحل هداية. وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كم هذا الحج فيه من الدروس، وكم حجة النبي عليه الصلاة والسلام هذه خصوصا تحتاج إلى مزيد تدبر وتذكر. وها نحن اليوم بعد 1419 عاما نقف موقفنا هذا لنتذاكر بعضا من هذه الدروس التي كانت في حجه صلى الله عليه وسلم. نرى هديه عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة، ونرى الدروس المهمة التي نحتاجها في زماننا هذا، ويحتاجها المسلمون في كل زمان. نعم، إن أول معلم من معالم حجته صلى الله عليه وسلم، والتي كانت في فترة 20 يوما فقط، نحو 20 يوما، فقد خرج من المدينة المنورة لست بقينا، يعني نحو 24 أو 25 من ذي القعدة، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة قارنا، وظل فيها حتى أنهى المناسك في 13 من ذي الحجة، ثم عاد فورا إلى المدينة بعد أن أنهى مناسكه. 20 يوما فقط، نحو 20 يوما، ماذا فعل فيها عليه الصلاة والسلام؟ إن أول شيء وضح وضوحا جليا هو قيامه صلى الله عليه وسلم، قيامه بالمحافظة على التوحيد وصيانته، وجعله شعارا للإسلام كله، التوحيد. نعم، هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، راوي أجمع حديث لمناسك حج النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه؟ يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعلم تأويله، وما عمل به عملنا به، فأهل بالتوحيد. نعم، ابتدى صلى الله عليه وسلم حجته هذه بالتوحيد. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عمر أول ما قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لك وحدك يا رب، لا رياء فيها، لا نظر فيها لأحد، ولا التفات فيها لأحد، لا رياء فيها ولا سمعة. ثم قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دعاء وتلبية يملأها توحيد الله لا شريك لك. إن الحمد والنعمة إن الثناء عليك يا ربي لا غير، والنعمة منك يا ربي لا غير، والعبادة لك يا ربي لا غير. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبيحة التي قال صلى الله عليه وسلم فيها إنها شعار الحج، إنها شعار الحج، علامة مميزة للحج، كلها توحيد. انطلق صلى الله عليه وسلم ملبيا وظل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة الكبرى في مثل اليوم. انظر إلى كل الأيام يحافظ صلى الله عليه وسلم على أن يكون شعاره التوحيد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي بعث محمدا بالحق، والذي بعث محمدا بالحق، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى أن رمى جمرة العقبة الكبرى لم يترك التلبية إلا أن يخلصها بتكبير أو تسبيح، كلها توحيد لله. طاف بالبيت كما أمر الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، توحيد لله. صعد إلى الصفا، توحيد لله، فكان أول ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وأعز جلده وهزم الأحزاب وحده، توحيد لله تبارك وتعالى. فلما كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة، فوقف على عرفة وقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي توحيد أعظم من هذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم شعارا له في حجه؟ وأين هذا التوحيد من واقعنا اليوم ونحن بعد 1419 عاما من هذه الحجة؟ أين توحيدنا؟ أين طوافنا؟ أين دعاؤنا لله تبارك وتعالى؟ بل أين توحيدنا في القول؟ وأين توحيدنا في العمل؟ إن التوحيد ليس فقط أن تقول لا إله إلا الله، وإن كانت هي رمز التوحيد، لكن التوحيد يحتاج إلى عمل، أن يكون الأمر من الله، وأن يكون النهي من الله، وأن يكون الحكم لله. أن لا تفعل أمرا إلا وأنت تعلم أن الله يرضاه، أنك كما تقر أن الذي خلقك الله وحده، والذي رزقك الله وحده، فكذلك ينبغي أن تقر أن الأمر لله وحده. أما سمعت قول ربك ألا له الخلق والأمر؟ فكما أنك تعتقد أن الأمر لله وحده، فكذلك كما تعتقد أن الخلق لله وحده، كذلك ينبغي أن تعتقد أن الأمر لله وحده. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن معلما آخر من معالم حجته صلى الله عليه وسلم أظهرها الرسول الكريم، ألا وهي تعظيم شعائر الله. تعظيم شعائر الله، ما هي شعائر الله؟ إن شعائر الله هي كل موضع جعل الله فيه عبادة،
هي كل وقت جعل الله فيه طاعة، فمناسك الحج شعائر الله هي التي يظهر فيها توحيد الله وعبادته. كل وقت كل عمل يظهر عبادة الله عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تعظيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ المناسك خرج إلى ذي الحليفة ومكث فيها يوما كاملا، بات فيها، صلى فيها الظهر 4 ركعات، وكان هذا يوم السبت، فبات حتى صلى الظهر يوم الأحد. لما ينتظر من تأخر من الناس حتى لا يفوت الناس معلما من المعالم أو منسكا من المناسك التي سوف يفعلها عليه الصلاة والسلام تعظيما لشعائر الله. هذه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بأطيب الطيب. كنت أطيب رسول الله قبل أن يحرم بأطيب الطيب. تعظيم لشعائر الحج، تعظيم لهذه العبادة، يلبس فيها أحسن الثياب في صلاة العيد ويتطيب أحسن الطيب، تعظيم لشعائر الله. خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى في اليوم العاشر في مثل يومنا هذا، فنحر البدن بيده عليه الصلاة والسلام. البدن الجمال النوق، ما علاقتها؟ نعم، أليس يسمى الله عليها؟ أليس يذكر الله عليها؟ إذن هي من شعائر الله. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صلاة. هي محل لذكر الله. البدن الأنعام المآكل المشارب أيضا لا بد أن يذكر فيها الله. نعم، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، هذه شعائر الله، دين الله. كيف تعظيم المسلمين اليوم لشعائر الله؟ كيف تعظيم المسلمين لصلاتهم؟ كيف تعظيم المسلمين لمساجدهم؟ وليس تعظيم المسلمين لمساجدهم إحسان بنايتها وإكثار أضوائها فقط، إنما تعظيمها عمارتها بالصلاة فيها، تعظيمها تخليصها من كل شائبة شرك، تعظيمها رفعها لقيمتها. ألا ترون إلى ربكم يقول للناس: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ الإيمان بالله وتعظيم المساجد، تعظيم الصلاة، تعظيم الحجاب، تعظيم القرآن، تعظيم السنة، هذا هو الحفاظ وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. معلم ثالث من حجته صلى الله عليه وسلم دروس، دروس ولها أمثلة كثيرة لا يستطيع المقام أن يفي بها. من هذه الدروس المهمة براءته من الشرك ومظاهره، براءته من الشرك كله. ألا ترون إلى المشركين كانوا يحجون قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يطوفون بالبيت، ولكن يطوفون بالكعبة وفيها أصنام بعدد أيام السنة،
ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا صغيرا، إلا شريكا مساعدا، إلا قبرا يقول الناس له مدد يا فلان، إلا ميتا يرجوه الناس من دون الله، إلا غائبا يقول الناس توكلت على الله وعلى سيدي فلان في قضاء هذا الأمر. لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلع جذور الشرك كلها من نفوس المؤمنين، وقال لبيك لا شريك لك فقط، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم براءته من الشرك، بل يقول للحديث معه هدينا مخالف هديهم، هدينا مخالف هدي المشركين، لا اتصال بيننا وبينهم بحال من الأحوال، بل إنه عليه الصلاة والسلام أول دخول، بل قبل أن يأتي، قبل أن يأتي في فتح مكة، لما أرسل أبا بكر في الحجة التي حجها قبله عليه الصلاة والسلام، أرسل مع علي بن أبي طالب إليه بسورة براءة، ومعها أمر من أعلى مركز في الأرض من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ليقول للناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وانظر إلى المسلمين بعد 1419 عاما كيف صارت أمورهم مع الشرك والمشركين، كيف دخل الشرك بخبث إلى نفوس بعضهم، فصاروا يتوكلون على الله ويتوكلون على غيره، صاروا يصلون لله ويطوفون بقبور غيره، بل صار من بين الناس من يدعو إلى تعظيم الشرك، إلى السماح بالشرك. ألا ترون هذا واضحا فيما تسعى إليه الأمم المتحدة والمختلفة، إلى أن يجمع الناس على ميثاق لاحترام حرية العقيدة، حرية العقيدة. إن الأمر في أوله وتنبه كان لاحترام الأديان، الأديان والأديان كما هي حتى في قانوننا الإسلام واليهودية والمسيحية، إن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن ليس من المانع ألا تسب اليهودية ولا النصرانية لأن لها كتابا سابقا، نعم حرفوه، لكن من باب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قفوا عند اليهودية والنصرانية، لكن أن يدعى وأن يقبل من الناس الحكومات احترام حرية العقيدة. تعرفون ما معنى حرية العقيدة؟ يعني أن يأتي غدا أناس يعبدون الشيطان، هذه عقيدة يلزمك بأن تحترم عبادة الشيطان. يأتيك أحد ملحد يكفر بالله ويكفر بالرسل، هذه عقيدة، هل أنت ملزم أن تحترم هذه العقيدة؟ يأتي آخر يعبد صنما، آخر يعبد قردا، كل هؤلاء أصحاب عقيدة، هل هذه عقائد تحترم؟ هل هذه عقائد يصير لها قيمة؟ أبدا والله لا يكون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا البراءة من الشرك كله، لا يحج
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هدينا مخالف هديهم. نعم هي والله دروس، إن من الدروس المستفادة من حجة النبي صلى الله عليه وسلم مدى توثيقه علاقته بربه، مدى تضرعه لربه، مدى دعاؤه عليه الصلاة والسلام لله عز وجل. يا لبي من ذي الحليفة إلى مكة فيطوف وهو يدعو الله. فلما أتى بين الركن والحجر ظل يدعو ربه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صعد إلى الصفا فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثم سعى إلى المروة وهو يدعو، وكانت ابن عباس يدعو: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فلما وصل إلى المروة وقف عندها فأعاد ما قال على الصفا ثم أتى يدعو. فلما كان يوم التروية مثل أول أمس ذهب إلى منى يدعو، ذهب إلى عرفة يدعو، رجع إلى الجمرة يدعو كما قال جابر. فوقف بعد أن رمى جمرة العقبة الكبرى ثم انحرف إلى اليسار متوجها إلى مكة، فقام يدعو دعاء المتضرع الذليل، دعاء الله تحسين الصلة بالله، إحسان الظن بالله. هذا أحوج ما يحتاجه المسلمون، ربطهم وارتباطهم بالله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله يقول: وقف يدعو يعني قدر قراءة سورة البقرة، قدر قراءة سورة البقرة وقف يدعو عليه الصلاة والسلام. والآن نحن الواحد منا يعجز لربما عن قراءتها في يوم، لا يقرأها في يوم وهو واقف يدعو قدر قراءته. أي تضرع هذا الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام؟ أي صلة ربط نفسه بها عليه الصلاة والسلام بربه؟ إن المسلمون كما ترون لا يحتاجون إلى كثرة في العدد ولا إلى كثرة في الثروة ولا اتساع إلى رقعة الأرض، بل يحتاجون أن يعيشوا بإسلامهم، أن يلتزموا بدينهم التزاما كاملا يظهر عليهم في أقوالهم في أفعالهم. هذا هو الذي يحتاجه المسلمون، هذا هو الذي يحتاجه المسلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوتي الكرام، إن كان التوحيد وإظهار والاعتناء به وإحفاظ على شعائر الله وتعظيمها والبراءة من الشرك والتضرع وحسن العلاقة بالله معالم أظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بينه وبين ربه، هي بينه وبين ربه. لكنه عليه الصلاة والسلام علمنا في الحج دروسا أخرى، كيف كان مع الناس، كيف كان مع الناس يا أهل الإسلام ويا أهل الدعوة إلى الله، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس؟ كان نعم المعلم، نعم المعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس، يرسل رسلا إلى القبائل وإلى الصحراء والبوادي، يقول للناس: إن رسول الله حاج هذا العام، يعطيهم فرصة حتى يأتي. لما وصل إلى ذي الحليفة كما قلت ظل فيها يوما كاملا، منطقة صحراوية يظل فيها يوم كامل ينتظر من تأخر من الناس، يراعي أحوال الناس، ينادي في الناس،
خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. مراعاة لأحوال الناس يعلم الصغير والكبير، يقول لعبد الله بن عباس ألقط لي حصى. يعلم عبد الله بن عباس وكان فتى في نحو الثالثة أو الثانية عشر من عمره. أحسنوا إخوة الكرام تعليم الناس دين الله، إن لم تحسنوا أنتم في تعليم دين الناس فمن يحسن إلى الناس؟ إن لم تحسنوا أنتم تعليم الناس فمن يحسن؟ أنادي في ذلك كل مسلم، لا أنادي طائفة بعينها، إنما كل مسلم مطالب بعد أن تخلى أصحاب الأمر عن أن يعلموا الناس تعليما صحيحا، صارت الأمانة في رقبة كل مسلم. هذا رسول الله يعلم الصغار القط لي حصى، يلقى غلمانا لبني عبد المطلب، أطفال صغار مع الحجيز يسيرون، فيقول لهم يا غلمان لا ترموا الجمرة حتى تزول الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تشرق الشمس. يعلم الصغار عليه الصلاة والسلام، يراعي الكبير والصغير، لا يترك فرصة إلا ويخطب في الناس ويذكرهم. خطب صلى الله عليه وسلم يوم التروية يوم ثمانية ذي الحجة، وخطب في عرفة في نمرة، وخطب يوم النحر عليه الصلاة والسلام. يعلم الناس، لا يترك فرصة إلا ويعلمهم، إلا ويعظهم. يقول صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. يعظ الناس يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعلم الناس ويراعيهم، دعوة من الله عاشها صلى الله عليه وسلم، ليس وقتا نصف ساعة أو ساعة في درس، إنما حياته كلها كانت دعوة إلى الله، بل ربى أصحابه على الاتباع، ربى أصحابه على الاتباع وتوحيد مصدر الترقي، الاتباع. يربيهم صلى الله عليه وسلم على نبذ الشرك، على نبذ الشرك وإرساء التوحيد وتعظيم شعائر الله. انظر ماذا يقول للناس أي يوم هذا، يقولون قلنا الله ورسوله أعلم، خفنا أن نسميه بغير اسم، قال أليس يوم النحر؟ قال اللهم نعم. يعلم الناس بصيغة السؤال والجواب، يعلم الناس تعظيم شعائر الله، أي شهر هذا؟ يقول الله ورسوله أعلم، يقول أليس ذي الحجة؟ يقولون اللهم نعم، يقول أي بلد هذا؟ يقول الله ورسوله أعلم، يقول أليس البلد الحرام؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يعلمهم تعظيم شعائر الله، تعظيم الأيام التي عظمها الله، تعظيم الأماكن التي عظمها الله. يعلمهم صلى الله عليه وسلم، يعلمهم كيف يعظمون أمر الله، يقول لهم ألا إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يا ليتنا إخوة الإسلام، يا ليتنا معاشر المسلمين نضع كل أمر يخالف الإسلام تحت أقدامنا. إن كثيرا من الناس ممن ينتسبون للإسلام صاروا يضعون أمورا من أمور الجاهلية فوق رؤوسهم بدلا من أن يضعوها تحت أقدامهم، صاروا يجعلون التبرك
فوق رؤوسهم، صاروا يجعلون حكم الجاهلية فوق رؤوسهم، صاروا يجعلون العصبيات القبلية والقومية حمية الجاهلية، صاروا يضعونها فوق رؤوسهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في حجنا أن نضع تحت أقدامنا، إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، إن كل دم من دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول دم أضع دم ابن ربيعة قريب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم، ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، الانتقامات والأخذ بالثأر يضعه صلى الله عليه وسلم تحت قدمه لأنه قد حلت الحدود، ربا الجاهلية تحت الأقدام. إنها والله دروس ينبغي أن نقف معها أكثر من هذا الموقف، لكن اليوم يوم عيد، فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إنه درس لكل مسلم حتى يتعلم دينه، حتى يعود إلى ربه، حتى يتثقف من هذه الدروس، درس للشباب الذين هم عصب الأمة ومحل نظر الأمل فيها، درس للنساء، درس للصغار، درس للكبار، أن يعودوا إلى ربهم، أن يعرفوا عدوهم، إن عدوهم الشيطان الذي نبه الله منه، وكل من يعين على دعوة الشيطان، كل من يبعد الناس عن الإسلام هو عدو لله. قال الله تعالى، قال الله تعالى فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إخوة الكرام، عودوا إلى بيوتكم فعلموا أنفسكم وعلموا صبيانكم ونساءكم دين الله، عظموا فيهم شعيرة الله، من كان له أضحية فليذبحها فليأكل منها كما أمر الله، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد كان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من أضاحيهم ثلثا ويهدوا ثلثا ولا ينسوا الفقراء، فهذا يوم ينبغي أن يوسع عليهم فيه حتى يكون الجميع فرحين. نقول هذا والله والقلوب حزينة على ما يقع بالمسلمين في فلسطين من تشدد للشام، وانظروا إذا صارت الأمور سياسة في سياسة أين يذهب دين الناس، أين يذهب حج الناس، أين يذهب؟ والله القلب ينفطر على ما يحدث لإخواننا المسلمين في فلسطين، يجوعون ونشبع، يجوعون ونشبع، يعطشون ونشرب، والله هذا هو الحزن، هذا هو الحزن، ما يحدث لإخواننا في فلسطين، ما يحدث لإخواننا في الصومال، ما يحدث لإخواننا في كشمير. ما ينبغي للمسلم أن يغيب عنه هذه الصور، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الهم والكرب عنهم، أن يرفع الهم والكرب عنهم. اللهم أطعم جائعهم واسق عاطشهم واشف مريضهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم قاتل اليهود ومن هاودهم، اللهم اقتل اليهود ومن هاودهم.